أصدرت لجنة الانتخابات بنادي المريخ برئاسة مولانا علي البلولة قرارا بتعيين لجنة تسيير جديدة في النادي بقيادة الأستاذ أيمن المبارك رئيسا ونائبا له أوكتاي شعباني وعضوية عدد من أقطاب والمريخ، وذلك من أجل التجهيز لانتخابات مقبلة وكذلك تحضير الفريق للمواجهات الإفريقية، بداية من مباراة الجمعة أمام فريق أهلي طرابلس الليبي والتي سيحتضنها استاد مدينة الأبيض. نتحدث عن الراهن المريخي وهذا القرار الذي جاء ربما مفاجأة للكثير من الجماهير، الكل كان يتوقع تمديد عمل لجنة التسيير السابقة برئاسة القنصل حازم مصطفى وإضافة الأستاذ أيمن المبارك وعدد من الشخصيات، ولكن جاء القرار بإبعاد عدد كبير جدا من أعضاء التسيير السابقة على رأسهم القنصل حازم مصطفى ونائبه الأستاذ محمد سيد أحمد سر الختم. يعني نقرأ في مآلات هذا القرار وتأثيره على القاعدة المريخية مع الإعلامي المعروف وعضو القطاع الثقافي والاجتماعي بنادي المريخ الأستاذ حافظ المعيسي. حافظ مرحبا بك وسعيدين بوجودك معنا عبر شاشة قناة البلد الفضائية. حبابك محمد خير وحباب كل متابعي قناة البلد الفضائية، سعيد جدا. طيب حافظ، يعني بداية كيف رأيت هذا القرار إبعاد حازم مصطفى وتعيين أيمن المبارك أبو جيبين رئيس لجنة التسيير؟ وحقيقة يمكن القرار كانت فيه مفاجأة بالنسبة للتوقيت، يعني المريخ مجابه بمباراة أفريقية وفي تجهيزات كل الناس متجهة على الفريق في دعم نفسي ودعم فني لتجاوز فريق الأهلي الليبي، ومعروف يعني فريق الأهلي الليبي من الفرق اللي عندها يعني حضور كبير جدا في الخارطة الأفريقية، ف يعني الشارع المريخي كان أشفق جدا على فريق الكورة إنه هذا التعيين في هذا التوقيت. ويمكن كانت في مجهودات كبيرة من لجنة التسيير السابقة في تسيير الفريق من الناحية الفنية، أقامت معسكر في فندق إيوا وحديد من التجهيزات، يعني بالنسبة للتجهيزات المباراة كانت مستمرة، حجز الفنادق، حجز الطيارة وغيره والتفاصيل. التوقيت كان الناس اختلفت في شكل التوقيت، يعني نعم. في تعيين لجنة وأصلا كان ممكن تكون بعض المباراة لمزيد من الاستقرار، يعني الناس كانت مشفقة جدا نعم. إنه فريق الكورة يتأثر بهذا التعيين، لكن في النهاية افتكر إنه حتى التعيين شمل يمكن الرئيس ونائب الرئيس يشو يمكن بعيدين من لجنة التسيير السابقة، لكن لو نظرنا إلى باقي أعضاء لجنة التسيير هم نفس الناس اللي كانوا في المجلس المنتخب او لجنه التسيير الاولى. نعم. حقيقه يمكن اجتماع لجنه التسيير الاول ثبت حاجات مهمه جدا وطمن الشارع المريخي بانه يعني مباراه الاهلي الليبي الناس يعني عامله حسابها كويس، امن علي طارق تفاحه ومنير بقياده البعثه وهم من لجنه التسيير الاولى. نعم. امن على كل الترتيبات الاداريه والفنيه اللي كانت قامت بها لجنة التسيير انه بتمشي بنفس النسق وما يكون في اي تغيير، كله عشان ما تترتب عليه علي 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 المريخ اذا لا قدر نعم. الله كانت في نتيجه غير مرضيه نعم. يصبوا سقطهم على لجنه الانتخابات او على لجنه التسيير. طيب يعني حافظ، انت متابع عضو في في في, نعم. في نادي المريخ ولسنوات طويله وعصرت الكثير من المجالس وعصرت نعم. الكثير من الرؤساء وعملت معهم وتحتفظ بعلاقات رؤساء المريخ في الفترة الأخيرة يعني تقريبا، يعني لماذا اختارت لجنة الانتخابات في هذا التوقيت الحساس بعد حازم والجكومي تحديدا؟ كل كان يتوقع أنه حفاظا على الاستقرار موعد المباراة القريب أنه يواصل هذا الثنائي العام. نعم، طبعا الأخ حازم والأخ محمد سيد أحمد قدموا مجهود كبير جدا في الفترة الفائتة وفي ظروف صعبة جدا، يمكن كلنا نعرف الأرضية في المريخ يعني فيها عديد من الإشكالات من ناحية مجتمع المريخ والانقسامات وآدم سوداكال والإعلام المريخي منقسم نعم. يعني المريخ عايش صراعات كبيرة جدا، في وجود صح. هذه الصراعات يمكن الأخ حازم والأخ محمد سيد أحمد اشتغلوا شغل كبير جدا، يعني فبعد ذلك يمكن رأت اللجنة يعني في بعض كانت بعض الإخفاقات في تجديد بعض اللاعبين. المهم رؤية لجنة الانتخابات في تغيير الوضع من الأخ حازم لأيمن أبو جيبين. افتكر أيمن أبو جيبين برضو ما بعيد عن نعم. كوكب المريخ، يمكن هو من الناس اللي كانوا مداومين جدا على من رواد النادي يعني في فترة نعم. من الفترات، وزول قريب جدا من كل لاعبين المريخ، وزول رياضي معروف، ويعني مجتمع المريخ ما تفاجأ بهذا نعم. الاسم، يعني ظهوره ما كان من خلال
لا الحراك الاخير في اعاده قيد عدد من اللاعبين. نعم لا لا لا, لا, لا. ايمن اصلا شخصيه مريخيه معروفه. نعم. وزول كان قريب جدا. يعني ممكن تطلق عليهم رواد نادي المريخ في فتره من الفترات. لظروف العمل لظروف الخاصه يمكن يكون انقطع عن مجتمع المريخ, لكن يحفظ شكل علاقات كبيره جدا في مجتمع المريخ. واستبشرنا خير برضو بوجود ايمن المبارك على رئاسه لجنه التسيير الاخرى. ويمكن لحل حاله كل المشاكل الداخليه اوكتاي, لكل المشاكل اللي ممكن تجي من كاس او غرامات او قير او كذا. فالنظرة العامة للجنة التسيير الأخيرة بتحس إنه إن شاء الله يعني يكون فيها تناغم كبير وتقدر تقدم إن شاء الله في هذه الفترة الحرجة جدا في تاريخ المريخ. المريخ طيلة الأربع سنين الفائتة بيعيش صراع إداري كبير جدا أثر عليه كل كيانات المريخ الموجودة داخله. فحتى الصراع انتقل على كل الإعلام المريخي على المشجع البسيط. هل هناك تخوف حافظ من أن يعني يتواصل هذا الصراع؟ يعني الآن هناك صمت من القنصل حازم مصطفى. والبعض الآخر يرى بأنه غدر به إن صح التعبير, وأنه لم يتم شكره كما يجب, وأنه يعني الرجل قدم في النهاية. سواء كان اتفق الجميع أم اختلف, الرجل لم يصرف فقط أثناء فترته كرئيس, وإنما حتى في فترة السوداكال ساهم بالشكل. سجل يمكن سبع لاعبين. صحيح. يعني طبعا بهذه الطريقة التي وعد بها حازم, البعض يتخوف من أنه بعد مباراة الأهلي الليبي قد يعود حازم من جديد ليكون جبهة مناهضة أخرى للجنة التسيير. وطبعا يمكن في تصريح قبل شوية كنت على الهواء يمكن مستضاف في واحدة من الإذاعات وتحدث أنه رئيس لجنة الانتخابات الدكتور علي البلولة اتصل به وقال له في جهة سيادية فرضت على أنه أيمن أبو جيبين يكون رئيس لنادي المريخ. وهو بيتسأل هل الكلام ده صحيح ولا ما صح. يعني بنقول بعد ذاك بيوري وبيشرح لمجتمع المريخ انه هذا التعيين هو تعيين بالنسبه سياسي ولا سياسي بحت, ما عنده علاقه بالقاعده المريخيه. هو بيفتكر انه هو ارضى كل القاعده المريخيه, لكن انا بفتكر انه الزمن ما مناسب يعني لهذه المنازعات. ونحن مجابهين بمباراه مصيريه وكلها فضلها زي 3 ايام. فمفروض الناس يعني حتى حازم, دي رساله يمكن الاخ حازم والاخ ايمن ابو جيبين, الناس توقف كل حاجه, كلنا نتجه للابيض نقدر نخلص المباراه الاولى, وان شاء الله بعد ذلك يكون في متسع لمعالجه كل الاشكالات الحاصله. وافتكر انه خلاص لجنه انتخابات ده بقى قرار وما في رجعه ثاني, فالناس يتقبلوا حازم حتى لو كان عنده نية بتاع الترشح إن شاء الله كلها بعد شهرين ممكن يترشح الانتخابات لمجلس إدارة مستقر 4 سنة, يختار معه الكرو والعايز وممكن يقدر يقدم معه كل البرامج, ونقدر نتجاوز هذه الإشكالات من أجل المريخ يعني كلنا. طيب يا حافظ, كيف تقرأ الاتصال الهاتفي الذي تم ما بين الأستاذ أيمن المبارك رئيس لجنة التسيير وآدم سوداكال الرئيس؟ طبعا آدم سوداكال يمكن برضو طلع توضيح قبل قليل, قال إنه أي مبادرة لا تتضمن يعني شروط وتنفيذ أوامر كاس ما بتعنيه. نعم. دي معناتها يعني أنا تعال اقعد معي إنك رئيس, أنا رئيس لنادي المريخ, لكن غير كده أنا ما قافل الباب تماما. فده برضو بعيد الكورة تاني لبدايتها, إنه آدم إلى الآن الناس يمكن استبشرت خير امس باتصال ايمن بجيبين لادم سوداكال, لكن يمكن ادم سوداكال رجع الناس ثاني للمحطه الاولى انه لابد ان يحترم به رئيس نادي المريخ, وبعد ذلك يحصل تفاوض او يحصل معالجات للاشكال. بس كان جديد في بشري اول مره يعني يحمل عباره انه مجلس سوداكال زاهد في العمل, ولكن هو فقط يريد يعني ارساء حكم القانون حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور. يعني يمكن المتابع لكل البيانات السابقة لآدم سوداكال لم يكن يذكر تماما, يعني كل الحديث كان أنه يريد العودة. هذه المرة مع أيمن أبو جيبين هو يتحدث عن زهده في العمل, وإنما يريد فقط إرساء قواعد قانونية. والله يمكن هل هذا يؤشر إلى نوع من أنواع الرضا على وجود من آدم سوداكال على وجود أبو جيبين؟ والله يمكن يكون غيم يعني. نعم. الاتصال لاتصال أيمن أبو جيبين بيفتكر أنه فتح طاقة, لأنه ممكن يكون فيها يعني بداية صحيحة, لانه الناس ممكن تقعد في الوطن. نعم. ان شاء الله وترتب الحال ونقدر نلم كل الشتات المريخي ونقدر نعبر يعني حقيقه والله يعني هذا الحال المريخي الموجود الان لا يسر عدو ولا يسعد صديق. لكن بعض المباريات ان شاء الله بقول له طبعا لجنه الانتخابات قالت بعد 60 يوم يكون. نعم. في انتخابات, انه لو حصلت معالجات بالنسبه لعضويه ادم سوداكال والوضع بتاع ادم سوداكال
وهذه المبادرة يعني هي وطارحة وزير الصحة السابق أبو قردة مع الأستاذ أيمن وجيبين، فما معروف شكل النتائج بتاعه يكون شنو، لكن عموما نتمنى انه يعني يلتئم الشمل المريخي. وافتكر هل يمكن حتى ادم أن تفسر كتحالف ما بين ابو جيبين وسوداكال ضد حازم مثلا؟ لا طبعا لا، طبعا لا، لانه اصلا في تفاصيل كثيره يعني لا لا, لا تربط ما بين ايمن وابو جيبين. زي ما قلت لك انه ايمن وابو جيبين كان منقطع عن الـ عن عن, عن الـ المجتمع المريخي في الفتره الاخيره، هو بعيد كل البعد عن ادم سوداكال، ما في ترتيبات ما بينه وبين ادم سوداكال. نحن لا ندافع عن ايمن ابو جيبين، لكن الواحد هو قريب من المشهد المريخي، وفي حاجات الزول بمرق للتاريخ، وحقيقه ما في شكل يعني تغارب. او اول اتصال هو اللي كان اتصال اللي كان امس ده، وفتح فيه الاخ ايمن الباب لاخونا ادم لمعالجه كل الاشكالات الحاصله، وادم وافق في في في, في الاتصال. لكن يمكن توضيح النشر واليوم شوية يمكن فيه إحباط كبير لجمهور المريخ بأنه هو مصير أنه الالتزام بكل قرارات كاس، أنه هو رئيس لنادي المريخ، وحقيقة يمكن دي واحدة من الإشكالات ممكن توقف هذه المبادرة. وإن كان يعني ما في الحدة في بيان سوداكال الأخيرة كانت دائما تكون موجودة، طبعا البيان ناعم، البيان ناعم ما شكل البيانات السابق، لكن برضو ممكن يكون تكتيكي يعني ما في النهاية. أنا أفتكر إنه هذه اللغة، لأنه أنا أيمن برضو ما هي لغة ناعمة، اتصلت بك وغدرتك كرئيس نادي المريخ، فلا بد برضو أرد لك بنفس اللغة، لكن إن شاء الله إحنا عايزين المشهد المريخ فيه استقرار يعني. طيب يعني أتمنى حافظ يعني. أنت عضو كنت في القطاع الثقافي، كنت في القطاع الاجتماعي، وقريب من كل مكونات المريخ من الجمعية العمومية، يمكن تكون نوع من أنواع الشخصيات الرابطة ما بين القمة اللي هي عدد من الرؤساء والجمعية العمومية بمختلف مكوناتها. يعني البعض يلوم جمهور المريخ، أهل المريخ، إنه تركوا الوضع في النادي يصل إلى هذه المرحلة، وإنه كان من الممكن من وقت مبكر جدا إنه تحل هذه الأمور داخل البيت المريخي. كان في فترة من الابتعاد حتى دفع المريخ الثمن، أصبح ملعبه غير جاهز، عانى من الكثير من المشاكل. والله طبعا يا محمد خير، نحن نكون واضحين شوية. نعم. يعني الوضع الاقتصادي الموجود الآن في السودان وضعي خانق جدا، يعني إدارات الأندية الآن صعب جدا. لو تكلمنا عن رموز او عن شخصيات تاريخيه صحيح. للانديه ان تتصدى لاداره الانديه. نعم انا ممكن اتبنى مبادره صلح او تغريب، لكن اطرح نفسي لهذا لمجابهه هذا الصرف العالي، فصعب جدا. مجتمع المريخ ما بخل، بل انه كبار المريخ كانت في عديد من المبادرات في بدايه الاشكال ما بين في مجلس ادم سوداكال، وبعد ذلك جاءت اللجنه التسيير محمد الشيخ، وانشغل منها بعد ذلك الكندو وعلي اسد. في طيلة الفترة دي فكانت في عديد من المبادرات، لكن زي ما قلت لك يعني المريخ حصلت فيه مشاكل كبيرة جدا، حتى وصلت على مستوى المشجعين الرواد في النادي في الحوش، بتلقى اختلافات كبيرة جدا يعني، واختلافات كانت ممكن يعني بعد ذاك يعني تصل عدوة للأندية الأخرى. صحيح. فبعد ذاك حتى نحن كمجتمع مريخي اتحركنا. نعم وصلت. نعم. الأبيض مثلا. نعم. برضو عانى من نفس الحياة، وجود مجلسين يعني. فعشان نعم. كده نحن استقرار فروع القمة بينعكس على كل الأندية الأخرى. فعشان كده أنا مفتكر إنه هلال المريخ ديل يعني ديل ثروة قومية، مفروض حتى الأجسام الرسمية تحتني بهلال المريخ وتحلحل كل المشاكل، ما تخليها تتعمق ولا تخليها تكبر، عشان في النهاية حتأثر لك. ظلال صالبة مجتمعية كبيرة جدا، لأنه نحن نتكلم عن هلال المريخ، يمكن كل السودان الشعب السوداني منقسم ما بين هلال المريخ، وتبقى دي مشكلة كبيرة جدا. فعشان كده أنا بفتكر إنه مجتمع المريخ كبارات المريخ كان عندهم حضور يعني، ويمكن الأستاذ أيمن أبو جيبين برضو كانت بداية موفقة جدا، بدأ زيارات للقيادات التاريخية هنا، عصام الحاج، الأخوة القيادي محمد الياس محجوب. فافتكر إنه أيمن بدأ صح في 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 في, في, في بدايته لإدارة نادي المريخ، إنه يصل الكبار ويأخذ منهم كل التفاصيل عشان يقدر يتنور صح، وعشان يقدر يعمل يعني خلطة سحرية يعني يقدر يعالج بها الوضع المتأزم الآن الموجود في على مستوى المريخ. نحن الآن مجابهين بعديد من القرامات، مجابهين صحيح. بصرف عالي جدا. المريخ الآن مفروض يمشي ليبيا، يعمل معسكر قبل ما يمشي ليبيا، يعني في تفاصيل كثيرة جدا، في غرامات جاية من جاي من كاس، فحقيقة محتاج لأنه بعد ده يرضي القاعدة الجماهيرية ويرضي الإعلام المريخي. فوجود هذه الخلطة
غير انك تستصحب معك كبارات المريخ، صعب جدا لزول كان مبتعد شويه عن مجتمع المريخ وفجاه يبقى رئيس لنادي المريخ، واحد من الانديه الكبيره. نعم. ويمكن النادي زي ما انت عارف في اشكالات كبيره، لكن هذه الاشكالات ان شاء الله صحيح. خاصه العقوبات القادمه. نعم. نعم. واعتقد انه اخونا ايمن ماليا ايمن واوكتا يعتقد نعم. يملكون من القدرات المالية. اعتقد انه ده السبب الرئيسي، لكن القدرات الماليه فقط نعم. لا تكفي. يعني هسه الان بدايه ايمن بكبار المريخ يمكن في حل بعض المشاكل ما تحتاج المال. صحيح. المال صح يعني حوجته ضروريه، لكن في بعض الحاجات محتاجه لانك كيفيه التعامل مع مجتمع المريخ، كيفيه التعامل مع الاعلام المريخي. طيب حافظ، يعني اخر حاجه شفنا ايمن ابو جيبين نجح في انه هو يعني يصل كبار المريخ في البدايه. فتره مجلس حازم كان شرخ موجود ما بين الهلال والمريخ بسبب تصريحات محمد سيد احمد الجكومي، وسبحان الله معظمها كانت في البرنامج ده. نعم. يعني هل من الممكن ان نشاهد خطوه من ايمن تجاه مجلس الهلال، محاوله اعاده حاله الوفاق والوئام التي كانت موجوده؟ والله انا متوقع نعم. يعني متوقع مبادره منه في زياره نعم. الصوبات نعم. او نعم متوقع نعم. متوقع انه الان داير معلومات ما داير توقع، انا عارف لا الان نعم. الان الصوبات طبعا خارج السودان نعم حيرجع يوم الاحد نعم نعم لحد ما يرجع ان شاء الله يمكن يكون هلال المريخ لعبوا الماتشين وان شاء الله يكونوا توفقوا نعم. في دوري المجموعات، وبعد ذلك يمكن عسى ولعل يعني على حسب الرؤيه. من معرفتك بايمن ابو جيبين والله اي من راجل مبادر نعم راجل مبادر لا يحب الاجواء يعني صحيح العكره فحقيقه يمكن ما في هلال بدون مريخ وما في مريخ بدون هلال، متى ما الهلال والمريخ اتفقوا مع بعض صحيح. ويمكن عندنا نماذج كبيره على مستوى التاريخ يعني في تحديات كبيره حتى في مرحله التسجيلات فكان بيكون في اتفاقات ما بين هلال والمريخ عشان ما يحصل نعم. يعني رفع سقف اللاعبين، فان شاء الله تعود هذه شكل الاتصالات وتعود الحياه ما بين الهلال والمريخ. برضه محمد يمكن تأشرت للقطاع الثقافي، فبرضه دي واحده من الحاجات الجميله يعني البشر بها اخونا ايمن ابو جيبين عبر الاستاذ هيثم كابو انه حتكون بدايه تدشين العمل الثقافي في مدينه المبيض نعم. يوم الخميس حيكون في حفل ساهر بالاستاذ طه سليمان وبدايه العمل الثقافي، ويمكن دي يدومه محبه لاهلنا في شمال كردفان، يمكن قدموا للمريخ كبير، يمكن مباراه الاكسبريس اليوغندي كان في تداعي جماهيري كبير جدا لكل محبين المريخ وكل الرياضيين في 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 ولايه شمال كردفان وازروا المريخ، والمريخ قدر يتجاوز الاكسبريس اليوغندي في السنه الفائته، ويمكن ان شاء الله باذن الله مباراه الاهلي برضه نحن محتاجين فيها للجمهور، وقصد القطاع الثقافي انه يبدا ويدشن نشاطه في مدينه الابيض، هذه ان شاء الله السهره المريخيه بتكون في 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 مسرح الابيض ان شاء الله حيقيم الفنان طه سليمان، وان شاء الله بهذه الحراك الاجتماعي تعود العافيه لجسد المريخ ويتعافى من كل الاشكالات الحاصله، وان شاء الله يعني قوه الكره السودانيه وعودتها الى مجده بتعافي الهلال والمريخ والمريخ والهلال، لانه الاثنين هم راس القمة في السودان، ويفتكر انه ان شاء الله باذن الله يعني زي ما ايمن فتح صفحة جديدة مع الاخ سوداكال وبدا يتحسس كل الاشكالات الحاصلة، ويمكن انت اشرت قبل قليل انه لجنة التسيير السابقة كان عندها اشكالات كبيرة مع مجلس ادارة نادي الهلال، الاخ من ابو جيبين يقدر يحتوي هذه الاشكالات ويقدر يتعاونوا مع بعض ان شاء الله. صحيح، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ والاعلامي حافظ المعيسي عضو القطاع الثقافي والاجتماعي بنادي المريخ، شرفتنا ونورتنا اليوم، شكرا لك كثير. شكرا شكرا محمد خير. شكرا حافظ، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. كانت حلقتنا من سبورت سكرين، الاسبوع المقبل لقاء جديد، مع السلامه.